ليلة الهجوم او قبلها بليلتين مليت محطات السكة الحديد، رحت مسرح جزء من الناس، فالناس نازلة تلاقي محطات الاتوبيسات وكل واحدة احنا خلاص ده احنا خلصنا ونازلين، خلصنا المناورة ونازلين. هو طبعا لقي يوم في كل حتة، فانت عمال تقنعه ده جه كمان وزير الدفاع الروماني عايز يجي يزورنا، والراجل قال لك انا هاجي يوم 6 اكتوبر. ده انت يعني ما تقدرش تقول له لا، خيرك اهلا بيه. طبعا لا ده هو جايك اهلا وسهلا تشرف، ما هو على مهيئ بيشاركنا في الخطه كمان. ايوه واخد بالك. فانت ايه كل ده انت عمال تجمع على المستوى التكتيكي بقى. لا في ضباط شغاله، حلقه خليه نحل شغاله عماله بتحسب بالدقيقه وبالثانيه ساعه العبور. ده بقى سؤال حضرتك اللي جاي، يعني هو ما فيش نقطة واحدة في التخطيط لحرب أكتوبر كانت ملهاش سبب؟ فكرة اختيار 6 أكتوبر وكان كمان شهر رمضان، عشان من رمضان، سبب اختيار اليوم ده تحديدا ليه؟ تمام، ما أنا ده اللي بقولك عليه. الضابط أحد ضباط العمليات في هيئة العمليات بقى في فرع التخطيط قاعد يدرس إيه هو أنسب شهر. لقينا ان انسب شهر هو شهر اكتوبر. ليه؟ احنا بالنسبه لنا حاله الجو بالنسبه لسوريا بالذات لو استنت عن كده هيخشوا في ايه؟ في فتره الجليد بقى اللي هتكون، ومرتفعات الجولان بيبقى فيها جليد، فكان لازم ايه هو ده شهر اكتوبر. طيب اليوم من السنه، اليوم من السنه ده بقى ايه؟ بالنسبه لاسرائيل طلع يوم الغفران، عيد الغفران عندهم، ويبقى ده اوف داي، بيبقوا قافلين. طيب. مفيش إذاعة، مفيش أي شيء، مفيش أي حاجة خالص، حتى لو عايز يعمل استدعاء مفيش استدعاء. صحيح. دي حاجة. إحنا عندنا في اليوم ده 10 رمضان بيبقى القمر يعني ظاهر شوية، واخد بال حضرتك، في نسبة إضاءة، وخاصة إن أنا عايز أعمل إيه؟ ينور بالليل، وقت معظم هجوم ليلي. دي حاجة. طيب أدي دي اختيار الساعة كمان يا فندم، الساعة 2 الظهر. الساعة 2 الظهر أنا لو هجمت الصبح الشمس هتبقى في عينيا، لو هجمت اخر ضوء هتبقى في عينين السوريين. طب ناخد حل وسط، هو الساعه 2 الظهر، لا الشمس لا في عيني ولا في عين السوريين. الحاجه الثانيه الاشد من كده، عندي قناه السويس اتجاه التيار مش ثابت في اتجاه واحد، ده كل 6 ساعات، 6 ساعات من الشمال للجنوب وست ساعات من الجنوب للشمال. كل ده كان في دراسه على اعلى مستوى، وكل واحد بيدرس بطريقته. حتى بتاعه النبال، انابيب النبال مودي كانت لوحدها حكايه، ان انا ازاي اقفل انابيب النبال من دي ليله الهجوم. ده انا اقول لكم على ما هو يعني اشد واروع. معروف في كل جيوش العالم اي دوله قدامي لو عملت فتح استراتيجي لقواتها الجويه يبقى لا ما فيهاش هزار، دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش تدريب واقول ده خطه، ده انا بتدرب. لا، فتح استراتيجي يا هتضرب يا تضربني يا اضربك، ما فيش دقايق مش ساعات. لازم يبقى ايه تصرف. عملنا فتح استراتيجي لقواتنا الجويه لم تكتشفه لا اسرائيل ولا امريكا ولا الجن الازرق. لا احنا كنا بنشوفي كل تخطيط عندنا كان في منتهى الدقه وفي منتهى الروعه. صحيح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وده الايه اللي احنا شغالين بيها تماما، واعدوا لهم ما استطعتم. يعني ايه ما استطعتم؟ انت اعمل كل اللي تقدر عليه، بس كل اللي تقدر عليه بنسبه 100% مش 99%. مفهوم. لو عملت ال 100% وهي ما تكملش 50% من المطلوب، ربنا يكملك الباقي. صحيح يا ست. ففي كل المجالات ربنا سبحانه وتعالى كملها لنا بالقدر اللي احنا اشتركنا. عظيم.